Ok, hello, hello, pessoas. Tchau. Falha. يعني العامل بناء المستقبل يعني البربيريان يلي فوق ذا اشتغل مكانه صح؟ فطبعا يقلع خشمة ذا العامل اللي قبل يعني انت تتوقعون لما راح من لما طلع من القرية زعل ولا لا؟ انا متوقع لا ما تتوقعوا معي ذا يعني عشان هو طلع كان يبي اعتقد ياخذ اجازة من القرية وراح يرجع لكن العامل الله يقلع خشمه سنة موارد يعني يلي لاحظ الموارد صارت تتقل بعد ما راح هذا العامل هو صار يقلع لنا موارد فما خلينا نطلب الجزء الجديد اللي هو مدق المعركة فين راح طيب نلاقي هنا تشوفون طبعا مدق المعركة هالعامل البناء خلى مدق معركة بس عشان الناس ما ولا انه البرابرة ذولي سووا حفلة عشان هم صاروا يشتغلون مكان العامل وسووا مدق معركة طبعا خلينا نشوف الفيديو فينا حق العامل راح دقيقة فين تضغطوا ذي راحت يا ولد ذي هنا دقيقة نحط مشاهدة طبعا في يقولون انه حيط دقيقة دحين احكي لكم طبعا هي دحين التاون هول اوكي والعمالقة جاوا يفجرون ام ارشار مدري وش وبلا حق المليون كي جا ذلك الصاروخ وبنى لعبة مدري ايش والهوك رايدر كسره الدحين يدخل الكوخ حقه وتكسر اللي هو مرسل ها جاء الماينر كسره دحين طبعا البربري استلم المكان طبعا كذا او انه عامل المعرق تعويضا للي زعلوا عشان راح بس هو ايوه تابع كلاش اوف كلاس على الانستغرام يا لعبد الكلاب راح يشوف لنا بعد دقيقه يا ولد يعني راح يلاحظ انه يرسلون صور عن هذا العامل يرسلون صور عنه في اليابان طبعا في اليابان يرسلون صور عنه ما اقدر اوريكم عشان ما عندي انستغرام ما عنديش انستغرام فطبعا يورون طبعا حتشوفون انه في الصور دايم عامل البناء ما زعلان يعني ممكن هذا الكلب اخذ مواردنا قرر ياخذ اجازة ويعني بس كذا لكن توقعون انتو اي شيء يجي في التحديث الجاي ممكن يجي في التحديث الجاي مع آلة خنفشارية أو ممكن يجي في التحديث الجاي عنده أوكي عنده جدي جديد فتوقعون أي شيء يصير في التحديث الجاي توقعونه عشان ممكن حيصير
وانا اعتقد انه حيجيب شيء جديد معاه عامل البناء، فاتوقع انه يجيب جندي جديد معاه او آلة جديدة نبنيها، فهذا اللي اتوقعه. طبعا عامل البناء اللي سحب علينا ملعونة من قبل واخد كل موارده ما في الراب. طبعا يعني لاحظ انه الموارد قلت بعد ما راح العامل. اكتب لي تحت في التعليقات، والله يلعب رقبه هذا العامل. راح شوفون كيف راح وماخذ مواردنا. في ناس يتوقعون انه حتيجي بعد البربريا الساحر والساحرة والعملاق. بعد ما يجون ذولي عامل البناء راح يجوا من اجازته، فقولوا لي اذا انتوا زعلانين منه ولا معصبين منه. انا معصب عليه عشان ملعون رقبة سارق الموارد حقتنا. فيب بس ده عندنا المقطع اليوم، وبس أبغاكم تفجرون أم المقطع لايك، ومثل ما تشوفون صناعة الفيديو فأتمنى تنسوا اللايك والاشتراك. كان معكم محمد ويلا ليتس جو.